فجر يا ابن الجبهة فجر في عملية من عيلو عمر القاسم أعلن نف التوج صهيوني هالمور فجر يا ابن الجبهة فجر في عملية من عيلو عمر القاسم أعلن نف التوج صهيوني هالمور جابوا عمر القاسم قالوا رد رفاقة تبقى حر ما همه قيد السلاسل أمر الفاقو قال دمه جابوا عمر القاسم قالوا رد رفاقة تبقى حر ما همه قيد السلاسل أمر الفاقو قال دمه ما همه قيد السلاسل أمر الفاقو قال دمه ما همه قيد السلاسل أمر الفاقو قال دمه فجر يا ابن الجبهة فجر في عملية من عيلو عمر القاسم أعلن نف التوج صهيوني هالمور فجر يا ابن الجبهة فجر في عملية من عيلو عمر القاسم أعلن نف التوج صهيوني هالمور جبهتنا الديمقراطية وشهيدي أسد الميدان احنا للوحدة الوطنية بوابة نصر وعنوان جبهتنا الديمقراطية وشهيدي أسد الميدان احنا للوحدة الوطنية بوابة نصر وعنوان احنا للوحدة الوطنية بوابة نصر وعنوان احنا للوحدة الوطنية بوابة نصر وعنوان فجر يا ابن الجبهة فجر في عملية من عيلو عمر القاسم أعلن نف التوج صهيوني هالمور فجر يا ابن الجبهة فجر في عملية من عيلو عمر القاسم أعلن نف التوج صهيوني هالمور ورينا الصهيوني الموت حصرنا المبنى ومقبلنا وساطة ولو جانا الموت احنا في عملية ترشيحة ورينا الصهيوني الموت حصرنا المبنى ومقبلنا وساطة ولو جانا الموت حصرنا المبنى ومقبلنا وساطة ولو جانا الموت حصرنا المبنى ومقبلنا وساطة لو جانا الموت فجر يا ابن الجبهة فجر في عملية من عيلو عمر القاسم أعلن نف التوج صهيوني هالمور فجر يا ابن الجبهة فجر في عملية من عيلو عمر القاسم أعلن نف التوج صهيوني هالمور جبهتنا الديمقراطية انطلقت لأجل التحرير باثنين وعشرين شباط رايتنا تواجه أعاصير جبهتنا الديمقراطية انطلقت لأجل التحرير باثنين وعشرين شباط رايتنا تواجه أعاصير باثنين وعشرين شباط رايتنا تواجه أعاصير باثنين وعشرين شباط رايتنا تواجه أعاصير فجر في عملية من عيلو عمر القاسم أعلن نف التوج صهيوني هالمور فجر يا ابن الجبهة فجر في عملية من عيلو عمر القاسم أعلن نف التوج صهيوني هالمور